انا ما عنديش حب كور، انا ما بختارش اي حد انا بحبهم كلهم، انا بحب اللعيبه كلها جدا. النادي الاهلي نادي كبير جدا ولازم يحقق القاب طول الوقت وعليه ضغط طول الوقت، فلازم قرارك يبقى قرار كوره وبس. انا النهارده خدت امبارح ال 12، ما لحقتش اروح، لقيت الناس بتقول لي عايزين ال 13، ما لحقتش اروح انام. هل ده طبيعي؟ الظاهر هنا كده، الظاهر كده. هو الكلام ده مش موجود في اي حته في العالم، بس هنا في الاهلي الظاهر ده الطبيعي للاسف يعني. بس مستر كولر ديكتاتوري في الرأي، يحب يبقى هو صاحب الرأي. لا انا قلت نلعب فلان الفلاني بمودست يبقى مودست، برامي ربيعه يبقى رامي ربيعه، ولا بتدي مساحه للطاقم بتاعك انه يبقى عنده رأي وبالتالي ممكن تاخد بيه؟ انا بتكلم دايما مع الجهاز الفني بتاعي طبعا، الموضوع برضو بيبقاش دايما سهل، لان الجهاز بتاعي كلهم ناس عندها خبرات كبيره، وكل واحد بيقول لي رأيه ممكن مختلف عني شويه. انا باخد طبعا كل الاراء وفي الاخر هو قراري انا، وانا بحدد مين ال20 اللي بيخشوا قائمه المباراه. ببقى زعلان ان ساعات انه يبقى في لعيب او اتنين كانوا معانا في المعسكر بس ما قدرتش ادخلهم معايا المباراه، فده بيزعلني، بس ده هي كره كده. انا ما عنديش حب كور، انا ما بختارش اي حد، انا بحبهم كلهم، انا بحب اللعيبه كلها جدا. النادي الاهلي نادي كبير جدا ولازم يحقق القاب طول الوقت وعليه ضغط طول الوقت، فلازم قرارك يبقى قرار كوره وبس. nein überhaupt nicht wir خالص ما كانش في اي مشاكل خالص. احنا كنا عارفين اصابته هتاخد وقت قد ايه، ودارسين طبيا الدنيا هتمشي ازاي. واحنا كنا من دور المجموعات او ما بقينا عاملين حساباتنا هنمشي ازاي. هو عمل التأهيل بتاعه في جزء في مصر وجزء في ألمانيا، وده سرع عملية الشفاء بتاعته. طبعا نفسه ان هو ينزل يلعب على طول، لكن السؤال هل هو عمل عدد تدريبات فردية كاف كتير، لكن هل الماتشات حاجه مختلفه ومعيه برضو حاجه مختلفه خالص. ما كانش في تدريبات كافيه او ماتشات كافيه اقدر ان انا اديها له عشان اشوفه فيها. كان عندنا متاخرين جدا في جدول الدوري، عندنا 8 ماتشات ولازم ناخد نقط في الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم كلهم، وانا ما كنتش عايز اخد ريسك ان انا ادخل الكابتن بتاعي وكابتن الفرقه واوقفه، وان انا لو خسرت ماتش منهم ده هيجي جمهور ويقول لك ان هو مش جاهز، وان هو ازاي لعبته وازاي انت عامل كده في كابتن فرقه. طبعا طبيعي هو كان عايز يلعب، وده احساس طبيعي لاي لاعب، وطبعا زعل شويه طبعا، وده طبيعي برضو. فانا قلت له ان ده قراري خلاص، ان احنا بعد ماتش النهائي ماتشين النهائي ان احنا هنشوف ان شاء الله انت وصلت لايه. هكون خلاص عملت على تدريبات كويسه جدا، وان شاء الله هيلعب كمان اكيد مع منتخب مصر، ممكن هيلعب ممكن لا، لكن ممكن ياخد مباراه مع المنتخب، وساعتها هنقدر هنشوف ان اكيد انها كل حاجه الحمد لله بقت فعلا 100% ويقدر يشارك معانا ان شاء الله.